المخلعة أكلة تشتهر بها مناطق الشرق الجزائري وبالتحديد ولاية الصيف، أكلة تقليدية تقبل عليها العائلات الصيفية مع حلول فصل الشتاء. الشابان فارس وعبد العالي تخصصا في طهيها. على جدي ربي يرحمه عمر رايدي راه مشهور في عين زين. جا واحد سيرتها مومو هكذا حبست الخدمة، نقصت الخدمة. ما عجنت لي العجين، دارت لي لاصوص تاع المخلعة، وبديت ما نعرفش نخدم. أنا كنت ما نعرفش نخدم المخلعة هذه، وبديت بشوية، نهار تجي عوجة شوينا، مع الوقت استصينا وتعلمنا نعجنوا العجين وحدنا وتعلمنا نخدموا لاصوص وحدنا. المخلعة التقليدية تتكون من خبز دقيق أبيض والشحم مع البصل، إلا أن الشابان أدخل عليها بعض الإضافات مثل الجبن والتوابل، ما زادها نكهة وإقبالا. وحنا تبدلنا فيها، مابقاتش كيما تاع بكري، وقعدوا يديروها بالفرماج. تاع بكري كانت بالكسرة، وقعدوا نديروها بالدقيق بالرطب، حاجة مليحة. وكيما راك تشوف ديار ديون بارتي كاين يامات والله ما تلحق طول معاها. مخلعة أكلة تقليدية، هي الأكلة اللي يتناولها سكان عين زال في البرد. دود الأمهات مي دوكا شغل عوضنا المخلعة تاع بكري هذيك. هذه الأكلة الشعبية اليوم أصبحت تنافس وبقوة البيتزا والأطباق التقليدية الأخرى مع بداية فصل الشتاء، وبالأخص هذه الأيام مع تساقط الثلوج وتدني درجات الحرارة.